تغسل وتمزق وتمضغ وتصور. ما كان في السابق مجالا للطباعين المحترفين أصبح ملعبا للخارجين عن القانون. هل يستطيعون تصميم ورقة نقد تستطيع منع سوء الاستعمال والتزييف؟ في هذه الحلقة أسرار صناعة النقد. في دهاليز وزارة الخزانة الأمريكية يجري العمل في مشروع سري لحماية الدولار الأمريكي. فريق من العلماء والمصممين عمل على تصنيع سلاح جديد. بعد 5 سنوات من العمل السري سيكشف الأمر للجمهور. والآن حانت لحظة طال انتظارها، العملة الجديدة. ورقة $100 الجديدة هذه أفضل دفاع ضد التزوير، وابتداء بزيادة حجم الصورة عليها وانتهاء بحبرها ذي التقنية العالية، فإن هذه الورقة النقدية تؤذن بعهد جديد للعملة الأمريكية. وورقة $100 أول ورقة نقدية يتم إصدارها، ولكن الفئات الأخرى ستشهد مراجعة مماثلة حتى تصمد أمام التزوير الذي حفز وزارة الخزانة الأمريكية للخروج على تقاليد هذه الأوراق الخضراء. وفي مكتب الحفر والطباعة كان مصممو أوراق العملة الأمريكية يقفون متفرجين عندما كانت بلدان أخرى تواصل إخراج عملاتها الجديدة واستعمال أحدث الوسائل الرادعة لمنع التزوير. أظهرت بلدان أخرى إبداعا في مجال الوثائق الأمنية. بلدان كأستراليا أصدرت عملة مطبوعة على البلاستيك تضم نوافذ يصعب تزويرها. وأضاف النمساويون الكيلوغرام، وهو معلم يغير الصورة. إذ ينظر موتزارت في اتجاه، وبتحريك الورقة ينظر في اتجاه معاكس. ونحن نعتبر الأشياء الجديدة المضافة إلى ورقة النقد معلما أمنيا، فكل شيء كالورق والحبر والطباعة والتصميم يقصد به إضافة مستوى أمني جديد وإضافي للوثيقة. على مدى سنوات تفحص توم فيرغسون وفريقه عملات أخرى بحثا عن معالم قد يستفاد منها في رفع سوية الدولارات. لقد ظلت العملة الأمريكية دون تغيير يذكر لستة عقود. وتصميمها القديم جعلها أكثر عملات العالم تعرضا للتزوير. ومظهرها القديم غير مهيئ لمواجهة مزوري القرن الـ20. العملة الأمريكية ظلت ضعيفة أمام التزوير لسببين، أولهما أن التصميم وضع في الـ20 وأخرج عام 29 وأتاح للمزورين فرصة هائلة، وثاني الأسباب أنها عملة عالمية لها قيمتها في جميع أرجاء العالم، وكلما ابتعدت عن أمريكا كلما قل عدد الذين يقدرون قيمة الورقة النقدية الأصلية وشكلها. في عام 95 صدر $360 مليون من الأوراق النقدية، وربما هناك بلايين لم تكتشف. وفي كل يوم وفي فرعه في نيويورك يقوم مجلس الاحتياط، وهو البنك المركزي، بفرز نحو 12 مليون ورقة مستعملة. وتفحص الآلات صفات صورية وممغنطة لاكتشاف كل ورقة مزورة.
هذه أوراق مزورة اكتشفت في نيويورك وفي كل مكان تتعاظم المشكلة. فخلال العقد الماضي تغيرت لعبة التزوير. عندما كان مايك لاندرس يافعا كان الحرفيون المهرة يحكمون عالم التزوير، وكانت معرفة التصوير والطباعة أمرا أساسيا. وقد اعتقل بتهمة التزوير ولكنه رجع عن ذلك الآن، ويتذكر في كتابه صنعتها بنفسي ما يمثله الحصول السهل على النقود من إغواء. اعتقلت بسبب التزوير عام 64، ولكن بسبب ظروف مخففة مع الشرطة السرية لم أرسل إلى السجن. وخلال 40 عاما عملت فيها طابعا لم ألتقي بمصور في هذه الصناعة إلا واستعمل ورقة نقدية رسمية في جهاز التصوير بهدف تصوير صورة نيجاتيف، وهذه جنحة، لكنني سأقوم بتكبيرها بنسبة 150% لتتماشى مع التعليمات الفيدرالية. كان مفتاح إنتاج دولار زائف هو حيازة صورة سلبية جيدة. تراقب ذلك الحفر بالخط الرفيع الذي يظهر تدريجيا مع هذا الضوء الأحمر حوله، ويشعر المرء بشعور غريب لأنه مختلس وقد بدأ بمغامرة إجرامية قد لا تبدو على الإطلاق كأنها جريمة. فإذا غدا واضحا أكثر فأكثر وتحددت معالمه بأناقة، فإن النشوة تبلغ ذروتها. لكن صورة واحدة لا تكفي، فالدولار فيه لونان أخضر وأسود، وكل منهما يحتاج صورة سلبية مستقلة. ويجب إزالة ختم وزارة الخزانة الأخضر من كلمة 50 المطبوعة بالأسود تحته، ولا يمكن إفشاء أسرار هذا الأسلوب. لو أدركت عواقب ذلك لما حاولت، ونصيحتي لمن يفكر في ذلك ألا يتجاوز تصوير صورة سلبية. وعند الفراغ من التصوير ضع الصور في إناء مليء بالكلور وراقبها وهي تبيض، وعندها يتشكل جزء من فيلم غير واضح. واليوم لا يحتاج المزورون صورة سلبية، فالماسحة التصويرية بالليزر سكانر تحل محل التصوير في صنع لوحات الطباعة. وبعد تحويل تفاصيل ورقة النقد إلى معلومات إلكترونية يبدأ العمل الدقيق للمزور. حسنا يا مايك، لنرى ما لدينا. لنكبر الجزء حيث طبع ختم وزارة الخزانة فوق كلمة 50. وهكذا يجري التركيز على الختم، وهذا سهل بالنسبة للحاسوب. هذا مدهش، مذهل. لقد احتجت نحو أسبوع وأنا أتلاعب بالتغطية والتكبير والتصغير. بعد الحصول على نسخة جيدة من الورقة النقدية بالمسح التصويري، يتم تجهيز لوحة الطباعة وتجهيز حبر خاص وورق عالي الجودة، وبذلك تكتمل متطلبات أوراق النقد المزورة. هذه مطبعة أوفست، وهي تطبع معظم الأوراق النقدية المزورة، وأحيانا تستعمل تقنية متقدمة، ولكن مهارات طابع مثل لاندرس تعد ضرورية لإنتاج أوراق النقد.
فيما يتعلق بالأجهزة الجديدة والماسحات التصويرية بالليزر وكل ما جربناه في السنوات الأخيرة، فلا أعتقد بأنه سيكون لها تأثير على الطابعين التقليديين، فهم يستعملون الأساليب ذاتها، وكل ما توفره هذه التقنيات هو السرعة. أما أجهزة تصوير الأوراق بالألوان فإنها توسع إمكانيات التزوير وتزيد من حجمه، لأنها تجعل العمل سهل التنفيذ. لكن ما يجب على الجميع إدراكه أن وضع ورقة نقدية في جهاز تصوير بهدف عمل نسخ عنها يعتبر جريمة كبرى. التقنيات الجديدة أظهرت جيلا من المجرمين يسمى المزور العرضي. هذا أكثر صفارا ويجب تخفيف الأصفر وقسم من الأخضر. هذه نسخة أولى ولهذا لا تبدو مطابقة للأصل. ماذا عن الطبيعة على الوجهين؟ لا يوصى به ولكنه ممكن، ولذلك لا نعمله، ولكنه عمل من قبل وقد رأيته. كان على المزور التقليدي ابتياع معدات ومواد كبيرة، وهي أشياء يسهل مراقبتها، وما يسبب القلق هو معدات الطبع الحديثة وآلات التصوير والمسح التصويري وطابعات الحاسوب التي تتوفر في كل مكان. وقيام 5 بطباعة 10,000 ليس كقيام 10,000 بطباعة 5 أوراق. التزوير العرضي يتنامى وقد يصل إلى ملياري دولار سنويا عام 2000. وأدلة أسلوب التزوير الجديد تجمعت لدى الشرطة السرية، وتضم ملفاتهم نحو 20,000 شكل من الأوراق النقدية، بعضها مقنع أكثر من غيره. غالبية الأوراق النقدية المزورة الموجودة لدينا أوراق واضحة التزوير، ولكوني متخصصة في مكافحة التزوير أقوم بتفحص الأوراق النقدية المزورة يوميا، وهناك ألوف الأمثلة. هذا تزوير واضح، وهي ورقة نقدية من فئة 5 دولارات طبعت على آلة تصوير بالأبيض والأسود، وعبئ ختم وزارة الخزانة بحبر أخضر. إنه استنساخ سيء وقد تداولها الناس. آلات التصوير الملونة أفضل من آلات الأبيض والأسود، ولكنها تظل قاصرة عن الأصل. النقد المصور بآلة تصوير ملونة يبدو مختلفا عن الأصلي، فهو أكثر بريقا، ولأن النقد الأصلي ليس مطبوعا على ورق أبيض، فإن آلة التصوير تملأ المساحة التي لا يوجد فيها صورة بلون مخفف، مما يعطي المزورة مظهرا داكنا. كما أن الصورة ليست واضحة كالأصلية، بل أكثر قتامة منها. العلامة المميزة لمعظم أوراق النقد المزورة هي مظهرها وملمسها المسطحين. إن نوعية الحبر البارز في الأوراق النقدية الأصلية هي نتيجة طباعة خاصة تسمى إنتاليو، وهي تبدأ بالحفر الدقيق على الفولاذ الطري. ومن المحفورات اليدوية تصنع لوحات لطباعتها بأسلوب إنتاليو الضخم. ويعبئ الحبر الأخاديد المحفورة، وتحت الضغط البالغ 20 طنا يتم دفعه بقوة إلى سطح الورقة. والمحصلة ورقة نقدية ذات ملمس بارز، وهو علامة فارقة للورقة النقدية الأصلية. ومع أن البلدان الأخرى جددت عملتها لجعلها أكثر أمنا، استمرت أمريكا في الاعتماد على المحفورات القديمة. ورغم قدم عملتها
لم ترى أمريكا حاجة لتغييرها تماما. ولكن في أوائل التسعينات نهضت الحكومة إلى العمل، فهل كان وراء التغيير تقنية جديدة أم أمر أشد خطرا؟ ما يقلق وزارة الخزانة هو المزور المحترف لا العرضي، رغم خطر الأخير، إذ يستطيع أي شخص أخذ ورقة نقد ويضعها في آلة تصوير ويذهب إلى محطة قطار أو آلة صرف ليحصل على أشكال أخرى، وربما تعامل هؤلاء بأوراق العشرة أو العشرين دولارا، ولكن التزوير الهام هو ما يجري في أوراق المائة دولار المنتشرة في العالم. إن نحو ثلثي نقد أمريكا موجود خارجها، ولهذا فالتزييف مشكلة عالمية، وكلما تزايد الطلب على الدولار. كما في روسيا تصاعد التزييف، ففي عام 93 زادت الكميات التي صدرت في الخارج بنسبة 300%. والهدف المفضل للمزورين في العالم هو ورقة المئة دولار. وهناك أوراق نقدية مزورة من نوعية عالية تدعى الأوراق الممتازة، لها ملمس الحبر البارز كالمطبوعة على مطابع إنتاليو، وهي معدات تملكها الحكومات. 90% من مطابع الورق الآمن مصدرها شركة واحدة وهي روجيوري في سويسرا، وقد حصلت دول كثيرة على مثل هذه المطابع في السبعينيات، وهذه المعدات هي ذاتها التي تملكها أمريكا، لذا لا يستبعد أن تعمد دول إلى استعمالها في عمليات تزوير لضرب الاقتصاد الأمريكي. ولا أستطيع أن أحدد بسهولة بلدا معينا في منطقة معينة، لكن الإمكانية موجودة. وتحاول جهات عديدة تسريب تقارير إلى الشرطة السرية الأمريكية عن أوراق نقدية مزورة في الشرق الأوسط، ولكن دون برهان قاطع لا يمكن توجيه الاتهام إلى بلد محدد. هناك أوراق نقدية مزورة من نوعية عالية تستعمل في العالم، وهناك أوراق نقدية من نوعية عالية تأتي من الشرق الأوسط، وهناك أوراق نقدية من نوعية عالية تأتي من كولومبيا في أمريكا الجنوبية ومن كندا، وليس لي علم بأي رعاية تقدمها أي دولة لهذه العمليات. هذا الأمر دفع بعض أعضاء الكونغرس إلى الدعوة لإعادة تصميم العملة، وقررت وزارة الخزانة النهوض بالعمل، ولكن الأسباب قابلة للنقاش. أعتقد أن وزارة المالية عندما خرجت بعملية إعادة تصميم العملة كانت تتجاوب بذلك مع خطر كبير، ولا يمكن القطع بمنبع هذا الخطر، ولكن الأموال التي ينفقونها على عملية التغيير يجب أن تكون متناسبة مع المخاطر الماثلة في العملية. العملة الجديدة تتجاوب مع التقنية المتنامية، لا ردا على أزمة محددة، وهناك قليل من الأوراق المزورة المتداولة، والهدف من العملية استباق الأمور قبل حدوثها ومنع الوقوع. وسواء كان الأمر استباقيا أم لاحقا، فهناك مهمة ضخمة لوزارة الخزانة. وتقرر مبدئيا إصدار ما قيمته 50 مليارا من الأوراق النقدية الجديدة من فئة المئة دولار، على أن تتبعها خلال سنوات الفئات الأخرى، بحيث تحول دون جميع أشكال التزوير، سواء من خلال آلة التصوير الملونة أو معدات الطباعة من نوع إنتاليو. ولإصدار هذه الورقة أعادت وزارة الخزانة النظر في عناصر الورقة القديمة، وتفحصوا نحو 120 سمة أمنية، من الخطوط المشفرة إلى الحبر السري إلى الأشكال المخفية، ولكن معظم هذه السمات لا يفي بالغرض، فمفتاح الأمن هو التوازن بين التقنية العالية
والحرفية العالمية القديمة. ليس هناك سمة محددة يمكن أن تؤدي إلى وثيقة كاملة، بحيث أن إضافتها إلى أي تصميم سيجعل الوثيقة عصية على التزوير. وما حاولنا فعله هو وضع تصميم تضاف إليه سمات متعددة على طبقات مختلفة توفر للجمهور وسائل سهلة للتثبت من صحة الوثيقة، كما تزيد من صعوبة تزويرها. في عالم النقود كل موقع مهم، حتى معمل الورق له أسراره. وقد صنعت مؤسسة كرين ورق العملة الأمريكية منذ القرن الماضي ولم تسمح بتصوير هذه العملية. إنه لا مثيل لورقهم في العالم. ولإنتاج النقد الجديد أعادت المؤسسة تصميم الورق لمواجهة التزوير. لدى إعادة تصميم الورق ظلت سمة تعين ألا نغيرها، وهي الملمس والصلابة والنسيج الذي اعتاده الجمهور. وهذه الصلابة أو الطقطقة أساسية في اكتشاف الأوراق المزورة، ويمكن أن يتنبه لها أمناء الصناديق في البنوك والتجار أكثر من أي سمة أخرى. إن ملمس الورقة النقدية يأتي من مزيج خاص من المواد الخام، والأوراق النقدية تصنع من المواد ذاتها التي تجعل القماش ناعما وقويا، وهي القطن والكتان. وقطع سراويل الجينز ستسهم في هذا المنتج، ولكن المكون الرئيسي هو القطن الخام، وهنا يتم وضع نحو 3 أطنان في هذا المرجل الهائل. ويطبخ المرجل القطن بالضغط لساعتين في حمام كاون، ثم ينظف القطن المطبوخ وينقى مجددا. ويجب توزيع الأنسجة القطنية والكتانية بدقة لضمان قوة الورق بصورته النهائية وملمسه. وفي مرحلته الرطبة تدمج السمات الأمنية في الورق وتعدل بدقة درجة اللون الأخضر الممزوج بالأبيض المظلل للعجينة الورقية. وتضاف أنسجة صغيرة حمراء وزرقاء لحماية العملة. ولاحظت الشرطة السرية أن قليلا من المزورين استطاع إعادة تكوين هذه السمة بفاعلية. لدينا هنا نماذج من أوراق مزورة لم تتم فيها محاكاة الأنسجة الحمراء والزرقاء، لذا ليس فيها أنسجة حمراء وزرقاء. وهكذا عندما تنظر إلى هذه الأوراق ولا ترى فيها أنسجة حمراء وزرقاء، فهذا يشير إلى أنها مزورة، وأي شخص يمكنه تبين ذلك فورا. وتم إدخال سمة أمنية أخرى في الورق لمواجهة التزوير المعقد، وتسمى الورقة النقدية ذات القيمة الزائدة. النماذج الموجودة لدينا هنا نموذجان لدولارات مزيفة، والورق فيهما أصلي من ورق العملة الأمريكية، وتم إنتاجها بأخذ أوراق نقدية من فئة الدولار الواحد وإزالة الحبر ثم وضعها على مطبعة وطبع فئة $100 عليها، والنتيجة ورقة نقدية مزورة من فئة $100
على ورقة نقد أصلية مغسولة، ولأن كثيرين يكشفون العملة المزورة بالملمس، فهذا يساعد المزور على ترويج منتوجه. لمنع ذلك كان لابد من علامة مميزة على أوراق كل فئة، وخرجت مؤسسة كريم بالجواب، وهو تحديث لفكرة قديمة تتمثل بالخيوط الأمنية. فكرة وضع خيوط أمنية في الأوراق النقدية قديمة جدا، وهذه الورقة من أرشيفنا وتتضمن في حالتها هذه خيوطا قطنية متعددة، ثلاثة مرتبطة بعضها ببعض على امتداد النموذج الورقي، وهذه النماذج الأخرى فيها خيوط مفردة. وفي هذه الورقة النقدية تصعب رؤية الخيوط، وهناك خيطان أمنيان من الغزل، وقد ساعدت الخيوط على تصنيف الأوراق النقدية لمنع إزالة الحبر عن الورقة النقدية ذات الفئة المتدنية، ومن ثم طبع فئة ذات قيمة أعلى عليها. والخيوط الأمنية اليوم تحمل أرقاما دقيقة تشير إلى فئة الورقة النقدية، وتراقب بآلات التصوير والحواسيب. ويمكن مشاهدة النص بإضاءة خاصة. ولكن لا يمكن إظهاره بضوء آلة تصوير الوثائق. وخيوط العملة الجديدة تتوهج بالضوء فوق البنفسجي. وستظهر الخيوط في أماكن مختلفة على كل فئة، بما يعقد عملية التزوير. ويجري تضمين الخيوط في عجينة الورق، وليست هناك إمكانية لتصوير هذه العملية السرية، وباستخدام الحرارة يتم تجفيف العجينة لتصبح ورقا جاهزا، وتشتمل اللفائف الضخمة ذات الأربعة أطنان على ورق قوي بحيث يصلح أن يكون أوراقا نقدية. العملة تشبه البيتزا، فهناك عجينة أساسية هي الورق، وهناك ما يوضع فوقه كالسمات الطباعية والأدوات المتغيرة بصريا، ولكن جميع أجزاء هذه البيتزا تبنى على العجينة ذات الأهمية البالغة، وهي الورقة التي تعمر طويلا، وبدون القدرة على البقاء والتحمل لمدة طويلة ومقاومة الاهتراء، فإن البيتزا تتداعى وتتفتت. ما يطبع على الورقة النقدية قد يشكل رمزا عن بلد ما، وعندما تتعرض البلدان لتغيير سياسي غالبا ما ينعكس على عملتها. والحفاظ على صور المشاهير على أوراق النقد قد يكون دليل استقرار. وفي عملية إعادة النظر الشاملة في العملة الأمريكية لم تثر مسألة تغيير الصور الأساسية. ما سعينا إليه هو تعزيز أمن الأوراق النقدية، وكان هذا هدف عملية إعادة التصميم، ولم يكن هناك نية لتغيير الورقة النقدية جماليا أو تغيير صور الأشخاص أو المباني التي عليها أو أي شيء آخر قد يضيف إلى جماليات الورقة النقدية مقابل الناحية الأمنية. ولكن ليس الجميع راضين عن جماليات العملة الأمريكية. وقبل كشف وزارة الخزانة عن ورقة النقد الجديدة، كان بوغز يعرض تغييرات خاصة به.
وبوغز شخصية معروفة في عالم الفن، وهو مصمم الأوراق النقدية الرئيسي في أمريكا، وقد أغضب الشرطة السرية لأنه ينفق أوراقه. Well, actually, you're right. It's not real money. What it is it's art that depicts money. كثيرا ما يرتكب الناس خطأ بشأن الفرق بين النقود والفن. إن النقود فن كالفنون الأخرى، فهي صور وتخطيطات وأشكال على الورق، وهي رسم، وهي لوحة طبيعية، وهي تجريد هندسي، وهي الفن التجريدي المطلق، فيه رمز لشيء آخر. وبوغز لا يبيع أوراقه النقدية مباشرة، بل يبادلها بنفقات الإقامة في الفنادق وأثمان أراض وحتى ثمن دراجة نارية يركبها. وجامعو الأوراق النقدية يدفعون أضعاف قيمتها الإسمية لبوغز، لكنهم لا يعرضونها إلا إذا قبلت في عملية تجارية. ويشعر بوغز أن إعادة تصميم العملة لن تتجاوز الحدود المطلوبة. النقود هي الأكثر جماهيرية بين الفنون، وعليها أن تلحق بالمجتمع وتعكس خصائصه الآنية. ويقترح بوغز سلسلة للعملة الأمريكية، وعلى الورقة من فئة $100 يكرم رائدة قطار الأنفاق. اخترت هاريت توبتمان لأنها تلبي المواصفات المطلوبة في من توضع صورته على أوراقنا النقدية، فقد كانت بطلة أمريكية خاطرت بحياتها في وجه المحن، وهذا ما نثمنه عاليا كأمريكيين. كم نسبة التغيير التي يرغب الأمريكيون رؤيتها في عملتهم؟ هنا يقوم بوغز بإجراء مسوحات عشوائية. ما الذي يجب أن يظهر على عملتنا؟ أريد رؤية وجه امرأة على العملة، وليس هذا هو ما يرغب فيه الجميع، ولكنني أعتقد أنني أريد رؤية واحدة تحظى باحترام أمريكا كلها. هل من الممكن الخروج بوجه كهذا؟ لما لا يكون هناك رسم تجميعي للسمات المميزة للأمريكي؟ لما لا يكون هناك سمات عرقية مختلفة في وجه يطل من خلال الورقة النقدية ويكون ممثلا لشكل الأمريكي؟ أنا مهتم بشراء هذا الكتاب، وسعره $24.95. خذ هذه الورقة النقدية من فئة $100 وأعطني وصلا وباقي الحساب، وبذلك تتم مبادلة تجارية. قد تكون بداية شيء ما. نعم، لشيء سيء أو لشيء جيد، فقد تصبح قيمة إحدى هذه الأوراق آلاف الدولارات بالنسبة لجامعي القطع الفنية. كنت في منتهى اللطف بإعطائها بعض وقتك، وهذا قيمته أكبر من المال. وبينما يعتبر بوغز أشهر مصمم للنقود، لكنه ليس الوحيد الذي لديه أفكار مبتكرة للعملة الأمريكية. هذه الأوراق النقدية تكرم بعض المشاهير الأمريكيين، بدءا من مارتا جراهام إلى مارتن لوثر كينغ، وآخرون يفضلون استبقاء فرانكلين مع بعض التغييرات، وآخرون يتخذون موقفا مغايرا لذلك. ولكن الخيار في وزارة الخزانة واضح. ستظل صورة بنيامين فرانكلين على الورقة الجديدة من فئة $100، لأن الناس في العالم اعتادوا رؤية صورته على الورقة النقدية من فئة $100. الصور ليست مجرد إيقونات، فهي أيضا سمات أمنية هامة،
وقد بحث المصممون عن عدد من صور فرانكلين لإيجاد الصورة الملائمة. الصورة على وجه الأوراق المالية الأمريكية ربما كانت أفضل سمة أمنية مطبوعة لدينا، فهي شيء يميزه الناس، فهم معتادون على النظر في وجوه الآخرين، والوجه الإنساني يوفر سلسلة من السمات، والسطوح المختلفة وتباين الظلال توفر لمن يحفر فرصة لأن يقوم بالكثير فيما يتصل بالطباعة بأسلوب أنتاليو. وقد وفرت الصورة الجديدة لفرانكلين نظرة غامضة، وهي مما يجذب انتباه الناس للصورة. تعطى الصورة المختارة إلى كبير القائمين بالحفر ليحفرها على الفولاذ. ويستغرق العمل سنة لإكماله. كان لدي الكثير من الوقت للعمل في هذا المشروع، وقد قرأت 3 كتب عن فرانكلين تتضمن سيرة حياته وكتاباته، وأعتقد أنه كان شخصية رائعة، وما أقصده أنه كان إنسانا ذا صفات غير عادية. وقد أعجبت بفكرة أنه بدأ تاجرا وكان يمارس الطباعة وهي كمهنتي. توم هيبشن أول فنان يضع صورة أصلية على العملة الأمريكية، وقد اشتهر بمهارته في الحفر. وفي الحفر يراعى الانعكاس، وكي ينظر فرانكلين إلى اليمين على ورقة النقد يجب أن ينظر إلى اليسار في اللوحة المحفورة. ويتعين على الفنان أن يقوم بعمله في نطاق إطار صغير. إنني محصور بحجم معين لأن الصورة ستأخذ مكانها بين أشياء أخرى، وأبدأ بتصغير الصورة إلى الحجم الفعلي الذي ستظهر فيه، وأقوم بعمل رسم دقيق لذلك، وأتأكد مما أفعله بخصوص نمط الخطوط وطريقة ظهورها، فإذا قطع خط ولم يظهر على الفولاذ لا يمكن إعادته، وليس هناك ما يساند بهذا الشأن. وكل خط ونقطة يحفران في الفولاذ سيترجمان إلى حبر في الشكل النهائي لورقة النقد، وعمل هيبشن سيطبع على مليارات النسخ وسيشاهده العالم كله. يعلق الناس على البسمة المتكلفة، ولم أقصد وضع بسمة مفتعلة في الصورة، ولكنني وضعتها لإحداث أثر فني، وهو أفضل أجزاء الصورة، فهو شخص ذكي، وأردت أن يظهر هذا للناس. وبنيامين فرانكلين بابتسامته يحمل سمة أمنية إضافية، فقد طبعت جملة مصغرة في صدر سترته وهي الولايات المتحدة الأمريكية. ووضعت الصورة على خلفية أمنية، فالخطوط صممت بحيث تتداخل عند مسحها بالليزر. وعندما تصور الورقة النقدية يختل الشكل البيضاوي، والصورة الجديدة انحرفت قليلا عن المركز لترك حيزا في الجانب الأيمن لسمة أمنية هامة أخرى، وهي العلامة المائية. والعلامات المائية سمة أمنية شائعة في الأوراق النقدية في العالم، والصورة تشاهد عندما تضاء من الخلف. ومع أن العلامات المائية قديمة، لكنها تجابه التزوير الآن، فهي كالخيط الأمني، لا تظهر على الورقة النقدية عند مسحها ضوئيا أو تصويرها. هناك مفهوم خاطئ شائع مؤداه أن العلامة المائية تطمر في الورق بعد صنعها، والعلامات المائية هي جزء من الهيكل الثلاثي الأبعاد للورق ولا تضاف إلى الورق، فهي تتشكل ضمنه، والنسيج أكثر كثافة في المناطق المعتمة،
بينما هناك نسبة أقل من النسيج في المناطق المضيئة. لذا تكون هناك سلسلة من التدرج الكلي، بحيث يصعب تصور أن الملمس لهذا الورق ناتج عن مجرد تغير في كثافة الورق. والعلامة المائية على ورقة النقد الجديدة هي صورة فرانكلين الظاهرة، وتمسح الصورة تصويريا في حاسوب، ويعطي الحاسوب إرشادات لآلة حفر تقوم بقطع فرانكلين في قالب من الشمع، والنتيجة قالب غير نهائي من الشمع، والمزيج النهائي يتطلب لمسة إنسانية. وبإزالة مزيد من الشمع يتوافر حيز أكبر لنسيج الورق كي يتنامى، محدثا مناطق معتمة في الصورة. وهذا الفن القديم ذو أهمية ملحوظة للورقة النقدية. ومن القالب الشمعي يصنع قالب صغير صلب من النحاس، يستعمل لدمغ صورة فرانكلين على شبك معدني. وعندما تجف عجينة الورق على الشبك تتشكل صورة يتعذر محوها. ويحمي الفحص البشري العلامات المائية العالية، ولكن معظم الفحوصات هنا تتم بواسطة الآلة. وعند قطع الورق تكتشف الكاميرات أي خلل في الصفائح، وتفرز الصفائح المرفوضة آليا. أما الورق النهائي فيقص ويختم ويشحن. والأختام لا تكسر إلا عندما يصل الورق إلى مكتب الحفر والطباعة، وهناك تطبع الأوراق بحبر شكل أيضا لمحاربة التزوير. واللون الأخضر في الدولارات الأمريكية لا يأتي من صباغ بعينه، فهو يصنع من مزيج سري من الأصباغ، ويصعب تقليد هذا اللون. ولكن ألا يغدو هذا التقليد أكثر صعوبة إذا جرى الجمع بينه وبين ألوان أخرى؟ في هولندا عملت الألوان الزاهية على إعطاء الأوراق النقدية مظهرا حديثا، وقد مهد المصمم الهولندي أوكسينر لذلك في السبعينات. في البداية عندما بدأت مع الأوراق النقدية كنت أرى جميع هذه الأوراق النقدية في العالم كله غامقة في ألوانها، والأوراق النقدية التي كانت مصدر إلهام لي في الواقع هي الأوراق النقدية المخصصة للعب مثل أوراق المونوبولي. وقد رأيت هذا ضروريا للأوراق النقدية، وعملت أشياء يمكن رؤيتها بسهولة، ويمكن بسهولة أن ترى وضوحها، فيها توبوغرافية واضحة ولون واضح، وهي أيضا سهلة عملية فيما يتصل بإنتاجها، ومحمية بصورة جيدة. سيكون أمرا رهيبا لو قارنا تصميمنا بأوراق لعبة المونوبولي أو أي لعبة أخرى، لأن هذا يقلل قيمة العملة في نظرنا، وإذا كان هذا الأمر مقبولا في بلدان أخرى فهذا شأنهم، أما في أمريكا فنحن نريد تصميما تقليديا كلاسيكيا. وقد ناقشنا في السبعينيات إمكانية أن يحمل اللون قيمة أمنية إضافية، لكن نظم التصوير الحديثة تستطيع إنتاج ألوان متعددة، بحيث لا تشكل إضافة اللون إلى الورقة النقدية تعزيزا للأمن. ولما كنا نقوم بتغييرات في العملة لا لجمالها بل لتعزيز الأمن، فقد قررنا تحاشي إضافة اللون. وهكذا
واحتراما للتقاليد قررت وزارة الخزانة إبقاء اللونين الأخضر والأسود في ورقة $100 مع إمكانية إضافة شيء جديد غير مرئي. إن الأشكال غير المرئية صور ذات 3 أبعاد توفر الحماية حتى في وجه التزوير المتقدم، ولكن هذه الصور هياكل رفيعة رقيقة قد يلحق بها الضرر بسهولة. وعلى سمات العملة الجديدة أن تجتاز تجارب مضنية في غرفة تعذيب العملة. هنا يجب على عينة للصور غير المرئية مواجهة آلة التجعيد. وهذه الآلة توقع ضررا أكبر من أقوى القبضات. وبعد تجعيدة واحدة تهزم الصورة غير المرئية. وتحدث وزارة الخزانة العلماء بأن طلبت منهم إيجاد أداة لنقل الصور كالصورة غير المرئية بحيث تستطيع مقاومة المجعد. في البداية وضعوا رقائق من مواد عاكسة شفافة على شرائح بلاستيكية، فظهرت رقاقة يتغير لونها عندما يسلط عليها ضوء من زوايا مختلفة. وهذه الرقاقة التي اعتبرت ختم وزارة الخزانة يصعب تزويرها، ولكن الرقاقة الرقيقة هشمها المجعد، لذا على الفريق إبداع فكرة جديدة. فنزعوا الطبقة العليا من الرقاقة وطحنوها لتغدو ناعمة. واستعمل المسحوق كصباغ في حبر طباعة أوراق العملة. والحبر الذي طبع الرقم 100 يظهر انتقالا من الأسود إلى الأخضر. وبعد تجعيدات متكررة ظل انتقال اللون 100 في زاوية اليمين السفلى صامدا، لكن المجعد مجرد بداية. إننا نضع أوراقنا النقدية في عملية محاكاة تسيء كثيرا إلى الورق، ونغرقه في البنزين والإيثانول. وتخضع ورقة النقد إلى فرك شديد وتعريض طويل لضوء الشمس الكثيف، ونضعها في الغسالات وفي خلاطات الإسمنت مع الأوساخ لمحاكاة ما قد تتعرض له العملة. ومع ذلك ندرك أن الناس سيتعاملون بوسائل أخرى مع هذه الورقة، ونريد التأكد من بقائها. الأوراق النقدية تطبع لتدوم، وحتى عندما لا تدوم تظل أوراقا قانونية مهما كانت حالتها، وتضمن الحكومة صرف الأوراق النقدية مهما كانت درجة التمزق فيها. تصلنا حالات تكون فيها حيوانات قد مضغت أوراق النقد، وخاصة النمل الأبيض، وهذا نموذج لما يحدثه النمل الأبيض، وقد عرفنا ذلك نتيجة سنوات من الخبرة ومن خلال معرفة سمات المتسبب في التلف الذي تأكدنا هنا أنه النمل الأبيض. وستقوم الفاحصة بعمل نسخة مكررة عن كل ورقة نقدية، وما أعنيه بعمل نسخة أنها ستختار منطقة واحدة. في هذه المنطقة من الورقة النقدية هنا، وأفترض أن ما ستقوم به أن تأخذ الزوايا وتلصق كل زاوية، وإذا ما كررت 5 زوايا في البقعة ذاتها ستعرف آليا أن ما بين يديها هو ورقة $5. وضع أجزاء العملة الجديدة معا قد يكون أسهل، وبمتابعة تجارب السمات الفردية تمكن المصممون من تجميع أجزاء الأحجية.
هنا يتم إحداث التوازن بين الاهتمامات الفنية والجمالية، وعدد السمات الجديدة يعني أن زخرفة الورق النقدية القديمة يجب أن تبسط. في الزاوية السفلى إلى اليمين يتغير الحبر الدائم العالي التقنية من لون الدولار الأخضر التقليدي إلى الأسود، وعدد الزاوية السفلى يضم مئات في مئة بخط صغير لا يمكن نسخه. أما صورة فرانكلين المائية فهي مثبتة جيدا داخل الورق، وهناك خيط أمني يحمي ورقة النقد من التزوير. وسمات الأمن الجديدة لها أيضا سمات سرية لا يعرفها إلا وزارة الخزانة ومجلس الاحتياط الفيدرالي والشرطة السرية. وبهذه الروادع، هل توصلت وزارة الخزانة إلى ورقة نقدية لا يمكن تزويرها؟ الهدف الأقصى للطابع الأمني هو إنتاج وثيقة مثلى يمكن إصدارها مرة بعد مرة لبلايين المرات، وبحيث لا يتمكن الآخرون من إصدارها، وهذا هو الهدف الجوهري، لكنه مستحيل التحقيق. فليس هناك شيء ننتجه ولا يستطيع الآخرون إنتاجه، وما نريده أن نجعل التزوير صعبا حتى لا يحاولوا فعله، ولن ندعي أن هذا التصميم وغيره سيكون كاملا. ستحل العملة الجديدة تدريجيا محل الأوراق القديمة من فئة المئة دولار، وستظل الأوراق القديمة والجديدة في التداول معا لمدة معينة. وتتوقع الشرطة السرية اكتشاف أوراق مزورة من التصميمين. محاربة التزوير لا تنحصر في إصدار ورقة نقدية آمنة، بل تتصل بجهود الشرطة السرية في تطبيق القوانين والملاحقة. والتزوير قديم، وجميع الوثائق يلحقها التزوير عاجلا أم آجلا. وورقة النقد الجديدة ستساعد في التصدي لتزوير العملة الأمريكية، لكنها قطعا لن توقف عمليات التزوير.